مرة تشفي دايما صحتك مطبخه في الرحمة جنة والموازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا صحتك في أكلتك. النهاردة خبطنا على المطبخ المصري زي ما وعدتكم في الحلقات السابقة، إن أسبوعنا إن شاء الله الأسبوع المصري، بناء طبعا على رغبة حضراتكم عايزين أكلات مصرية. فطبعا نتجول داخل المطبخ المصري ونجيب أشهر الأكلات وألذها والمعروفة من زمان، من قديم الزمان. يعني البصارة كلنا عارفين البصارة، هنعملها النهاردة بطريقة سهلة، نعود الشبابنا الصغيرين اللي بيخشوا المطبخ، بناتنا يعملوها، الأمهات الصغيرة يعملوها، اللي ما حضروش زمان طريقة عمل البصارة الشيف النهاردة يعملها بطريقة أو باتنين، يعني بطريقة سهلة جدا تسهل عليكم موضوع طريقة عمل البصارة. الحاجة التانية كمان اللي هنعملها النهاردة من المطبخ المصري الحواوشي. كلنا بنلاقي الولد جاي، تعالى كل يا ابني، لا ده أنا شبعان يا ماما النهاردة، إيه كلت رغيف حواوشي في المطعم الفلاني، النهاردة رايح النادي خد الفلوس صرفها اشترى بقى رغيف حواوشي. فنعمل الحواوشي في البيت، وزي ما طبعا تعودنا لازم وانا الولد وهو رايح النادي الف له الرغيف الحواوشي في السند في الـ في 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 الفه له معاه تكاوي وياخده معاه يروح بيه النادي يروح بيه المدرسه. فنعمل رغيف الحواوشي في البيت. هنعمل الحواوشي ازاي وهنعمل البصاره ازاي، ده لما تتابعوني على قناه الرحمه الفضائيه ونشوف مع بعض أشهى وأشهر الأكلات المصرية. تعالوا قبل ما نتجول في المطبخ المصري تعالوا نعلن عن أسماء السادة المشاهدين اللي شاركونا باتصالاتهم وآرائهم في برنامجنا صحتك في أكلتك، اللي بنقدم من خلاله سؤال سهل جدا وأكلة معروفة، وباتصال حضراتكم ومشاركتكم بنعرف الإجابة على هذه الأكلة وبناخد رأي بعض في الإجابة ومقادرها. كان معانا في الحلقات في الحلقة السابقة الأخوات الفاضلات سارة سعيد إمام القاهرة وعفاف إبراهيم سرحان من بير العبد العريش، وأم أحمد الحضري الحضيري من السعودية، ونجوى يوسف محمد القاهرة، وإسراء صبري أسوان، وإيمان السيد الجيزة، وفدوى محمد من الأردن. نقول تاني أسماء الأخوات الفاضلات واللي هم من محبي قناة الرحمة ودايما على اتصال، تقريبا بسمع صوتهم كل يوم ما شاء الله، فده طبعا شكر خاص لهم. الأخت سارة سعيد إمام القاهرة، وعفاف إبراهيم سرحان بير العبد العريش، ونجوى يوسف محمد القاهرة، وإسراء صبري أسوان، وفدوى محمد الأردن. أشكركم على متابعتكم وعلى اتصالتكم لبرنامجنا صحتك في أكلتك. معانا برضو تعليقات المشتركين من الأخوات والإخوة الفاضلات على صفحة الشيف أحمد المغازي الفيسبوك. يا ريت يا شيف تعرفنا طريقة الكوارع، ضروري جدا، ويا ريت لو تقولي على اسمها. طبعا اللي طالب الموضوع ده الأخ حمزة تقريبا عريس جديد. تاني لو سمحت يا شيف، هو أنا لما بدخل على لما بدخل الكيكة العادية في التلاجة طعمها بيتغير ليه؟ عشان ما بتحطيش المكسبات الطعم، أو نقول لازم نحط البيض فانيليا، نحط للبيض فانيليا عشان البيض لما بيتحط له فانيليا بيمنع الزفاره بتاعته وال يعني الزناخه. فطبعا احنا نضيف المواد المنكهه للكيك لما نحطه في الثلاجه طعمه مش هيتغير. جزاك الله خير يا شيف احمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله، انت والعاملين في القناه. تسلم ايدك يا شيف احمد، انا جربت معظم الاكلات اللي بتعملها وعجبت اولادي جدا. الأخت أميرة أحمد. معانا الأخت أنفال رضا، شكرا يا شيف على الأكلات الرائعة اللي بتقدمها لنا. معانا طبعا بتقول هنا، بقول له إمتى هينزل كتاب صحتك في أكلتك يا شيف، كلنا مستنيينه. الأخت منى حشيش، السلام عليكم يا شيف، إزيك؟ أنا عايزة طريقة عمل البيتزا الرول اللي عملتها، وعايز حلاوة جوزة الهند بزلال البيض. الأخت بسمة مرسي، إن شاء الله هنعمل البيتزا رول ونقول مقاديرها. ازيك يا شيف احمد، ممكن مقادير البيتزا الرول؟ برضو مطلوبة ضروري جدا، وشكرا، احنا بنحبك جدا. الاخ احمد شاكر، لو سمحت يا شيف طريقة الكبسة باللحمة، انا عملتها في اسبوع المطبخ الخليجي، ربنا يخليك وشكرا. الاخت هالة شعراوي، جميع الاكلات بتاعتك رائعة يا شيف، ربنا يخليك لقناة الرحمة ويخليكم لنا ومشاهدينا الكرام. الاخت زينب مجدي،
الاكل الاطفالي رائع يا شيف الاخ مصطفى ابراهيم، الاكل الاطفالي بس يا ابراهيم كله كمان. الاخ محمد عبد الاله، عبد الاله اه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا من اشد المعجبين بقناه الرحمه، وقناه الرحمه بتقدم لنا كل ما هو مفيد وبنستفيد منها كتير، وبنشكر العاملين فيها والاداره بالاخص، وبنشكر كل القائمين على القناه الجميله، وانا من اشد المعجبين بحضرتك يا شيف احمد، بحبك والله في الله، وبحب برنامجك الجميل جنه المراه، وبقول ده مش جنه المراه وبس، ده جنه المراه والراجل والشباب والاطفال والبلد كلها، ما شاء الله عليك، وربنا يوفقك في تقديم كل ما هو مفيد. الاخ احمد المصري تسلم ايدك يا شيف. سلمى هشام ما شاء الله عليك يا شيف، ربنا يزيدك ويجعله عمل في يجعله في ميزان حسناتك. الاخ حسين صلاح بيقول لي يا جماله يا شيف احمد، احنا ماشيين في الشارع نقول يا جماله. ام لولا من البحرين من اشد المعجبين في البرنامج ما شاء الله طبعا، وبتقول يا شيف انا بدخل عشان احمل القناه بتقابلني بعض المشاكل، يا ريت عنوان موقع القناه يطلع على الشاشه. الاخت ام تسنين من السعوديه من اشد المعجبين من البرنامج ومتابعه جيده، وبتسيب كل اللي وراها وتقعد قدام شاشه قناه الرحمه. طبعا كل الكلام ده لازم نقوله عشان اللي بيقعد على الكمبيوتر اكيد بيتعب في الكتابه وبيفكر يكتب ايه، فان احنا نقدم له يعني اقل حاجه ان احنا نقول اللي هو قاله علشان يعرف ان احنا متابعين له. معنا الاخ ابراهيم ابو الشيخ من بير العبد العريش، بيقول من اشد المعجبين بالبرنامج، وانا بدات اتعلم اكلات السمك من طريقه عمايلها. والاخ مهدي عز الرجال من كفر الشيخ برضه من متابعين البرنامج، وبيقول ان انا بدات احب المطبخ واقف في المطبخ بعد ما اتفرجت على قناه الرحمه. طبعا نشكركم على متابعتكم الجميله، وهزرنا كتير بقى، تعالوا نخش المطبخ المصري نشوف موضوع البصاره علشان برضه نسمع تعليقاتكم وارائكم على البصاره اللي انتم بتسمعوا عنها بس ما اكلتوهاش. نعرف مقادير البصاره ونطلع بها على الشاشه للساده المشاهدين. مقادير البصاره، نقول حاجه معلومه كده عن المطبخ المصري برضو. المطبخ المصري طب مقادير البصاره كويس قوي، عندنا كيلو فول مدشوش يعني مقشر، الفول اللي هو عادي بس طبعا مفلوقه نصين، وعندنا ثلاث حبات ثلاث معالق ملوخيه ناشفه، ما تنفعش ملوخيه طريه، هنعرف الموضوع ده، وثلاث معالق كزبره خضراء، وثلاث معالق ثوم مفروم، وثلاث معالق بصله مفرومه، وملح وفلفل وكمون وسمنه وزيت، وعيش بلدي علشان ناكلها بيها، ما ينفعش ناكلها بالرز. المقادير موجوده على الشاشه للساده المشاهدين. تعالوا نقول معلومه كده عن المطبخ المصري. المطبخ المصري زيه طبعا زي المطابخ الاخرى، بس ده طبعا له مذاق خاص المطبخ المصري ما شاء الله، ومميز عن باقي المطابخ مع وجود بعض التأثيرات الغنية اللي بتميزه طبعا عن باقي المطابخ، خاصة التأثيرات التركية والشامية، وهو في ائتلاف المطبخ المصري، في ائتلاف بينه بين المطبخ التركي والشامي. يعني لما نيجي مثلا المطبخ المصري والتركي والشامي، الثلاث مطابخ دولت في ائتلاف بينهم، بيطلع المطبخ المصري بمذاق مميز. عندنا مثلا أكلات منذ آلاف السنين مشهورة، يعني أنا أطلع اتولدت لقيتها، والأبهاتي طلعوا لقوها، وأمهاتي طلعوا لقوها، يعني أكلات من زمان قوي، زي الفول، الفلافل، الكشري هجوعكم أنا، الملوخية، المحشي كرومب، الفتة، الكشك، المديدة، المخروطة، الحج رز، شوربة عدس، فطير مشلتت هنعمله مفاجأة على قناة الرحمة، أم علي، الجلاش، الشركسية، الصيادية، القطايف، كحك العيد إن شاء الله جاي، كنافة، المرق بانواعه، يقول لك احنا عندنا النهارده مرق. هنقول المرق دي بتوازي ايه في لبنان؟ بتوازي اليخنه. شوف المطبخ المصري جميل ازاي؟ لما يقول لك النهارده امنا عامله لنا بطاطس بالمرقه. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هي زي يخنه البطاطس. بس الطريقه المصري لها طريقه والمطبخ اللبناني له طريقه. سؤال حلقتنا النهارده بحكم ان احنا في المطبخ المصري، المديده. مديده دي اكله مصريه مشهوره من زمان، المديده. اللي هيعرف من حضراتكم تشاركونا في باتصالكم ونعرف المديده ايه هي. وفي اخر البرنامج الاخوات في الكنترول هيذكروني ونقول لكم المديده ايه هي عشان ما انساش. واذا نسيت بقول تاني يوم. المديده عايزين نعرف ايه هي. مكوناتها ايه تقريبا؟ وهي اكله اصلا مستوطنها فين؟ هل هي مصريه ولا من الصعيد ولا بحيره؟ عايزين نعرف. احنا في المطبخ المصري فعايزين نعرف المديده دي أكلة إيه؟ أكيد اللي هيجاوبونا على السؤال دولت أمهاتنا وحضراتكم إن شاء الله، لأن هي أكلة لها تاريخ يعني.
ونعرف من حضراتكم المديدة مكوناتها إيه وإيه هي أصلا الأكلة، وعلى ما نشوف هنعمل مع بعض البصارة إزاي. البصارة سهلة جدا، أنا تعمدت أعمل الأكلات اللي إحنا الصعبة ديت. البصارة ديت أنا أعرف بصراحة، يعني راجل مصري طبعا وفلاح، بأكل أكلة البصارة لما أمه تيجي زيارة عندي، ومعظمكم لما حمواتكم بتزوركم وأمهاتكم تزوركم تقول لها اعملي لنا محشي، اعملي لنا بصارة، اعملي لنا كوارع. ليه؟ هم شاطرين في الأكلة دي. طب إحنا ليه ما نتعلمش؟ اللي هم الأمهات الصغيرين وإخواتنا الصغيرين يتعلموا طريقة عمل البصارة، سهلة جدا، عشان ما نتعبش أمهاتنا. المفروض هم كبروا بقى نريحهم، يجوا ضيوف عندنا كرام معززين نخدم عليهم ونخدم عليهم، ما نخلهمش يقفوا في المطبخ، نقول لهم تعالوا اعملوا لي بصاره واعملوا لي محشي واعملوا لي النهارده كوارع. ليه؟ ايه تسلم ايدك ياما؟ لا، انا امي ديت خلاص، هي بقت ام خلاص، اريحها تقعد كده وانا اخدم عليها واخليها نعمل البصاره. انا هعمل لكم النهارده البصاره عشان نريح مين؟ امهاتنا. الفول المدشوش قلنا 3/4 كيلو تقريبا، انا غسله اهوت قبل بدايه الحلقه، ومنقوع طري. الفكره في ان انا اغسله وانقعه بالشكل ده مش هياخد وقت سوى كتير، يعني بدل ما ياخد ساعه على النار هياخد نص ساعه. اذا في نيه ان انا اعمل بصاره يبقى من بالليل هغسل الفول كويس واركنه على جنب واسيبه لتاني يوم، هصفي الميه واحطه على النار. انا عملت كده، كلمت مساعد الشيف حلمي غسل الفول من بالليل وظبطه وخليه منقوع في الميه، وجي حلم الصبح حطه له قدامي ان انا نشر عليه الموضوع. ادي الفول اهوت في الحل على النار اهوت، موضوع بسيط خالص اهوت، منقوع من بالليل او منقوع من الصبح، كل ما نقعه كتير مش هياخد مني سوى كتير. حلو قوي. ايه تاني يا شيف احمد مع الفول؟ معانا اتصال الاخت ام سندس. منين؟ من الشرقيه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. قولي لي، بتعرفي تعملي البصاره؟ والله انا حبيت اطلع على طريقتها قريب بس انا نسيتها. ام سندس، انا مع حضرتك. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا. ربنا الله يبارك فيك يا اختي. بتعرفي تعملي البصاره؟ انا قلت لك. ها؟ والله يعني ممكن احاول بس ما جربتش اعملها قبل كده. طيب. طب يا شيخ احمد انا زعلانه على فكره. اتفضلي معاك يا اختي. حضرتك ما قلتليش على السمك البياض اعمله ازاي؟ نعم؟ ما قلتليش على السمك اعمله ازاي؟ الكتاب؟ سمك قشر البياض. سمك قشر حضرتك، صدقني انا سالت الكنترول قلت لهم جيبوا لي الاخت اللي طلبت سمكه قشر البياض. والله انا نسيت للاسف، مع ان الكنترول فايدته ان هو يذكرني يعني. طيب الله خير. انا هقول لحضرتك دلوقتي حالا سمكه قشر البياض هي لسه موجوده في الثلاجه؟ والله في الفريزر. معقوله؟ ده مجمده دي بقى. طيب انا كنت جايباها والله. طعم. هنقول مع بعض دلوقتي سمكه قشر البياض نعملها زي صينيه بالبطاطس. نعمل ايه معاها يا شيخ احمد؟ الله يبارك لك. نعم، قول لي اعمل ايه معاها. حاضر دلوقتي اقول لحضرتك حالا. جزاك الله مش هنسى زي المره اللي فاتت. حاضر يا ست الكل. سمكه قشر البياض، قبل ما انسى خلينا نولع على الفول الاول علشان نكسب وقت انه في يستوي. الفول حطيته في حله على النار، نتابع مع بعض. هنا بصلات، بصلتين مبشورين. انا البصل ده محتاج له في ان انا احمره مع توم وازين بيه البصاره. البصاره ميزتها في ان هي بتتغرف تتاكل بارده، ما بنحطهاش في التلاجة، لا هي بتتغرف تتحط في المطبخ. الطفل هو رايح هو جاي، الام هي رايحه وجاي، السيد هو رايح وجاي، بيعدي ياكل، يجيب رغيفين عيش حلوين وياكل طبق البصاره زي الفل. فبتتحطش في التلاجة، ما نخباش ونشيلها في التلاجة من الاطفال. هنزينها بالبصل المحمر والثوم، ده بيدي تيست حلو والاطفال بيحبوه. فانا هاخد من البصل ده الميه بتاعته كده، احطها على الفول عشان يستوي بيها، واحط البصله دي معاه. يبقى انا ايه خدت ايه شويه ميه البصل اهوت، الميه ديت كده، وهاخد البصل ده هحمره فين؟ هحمره في شويه زيت علشان نزين بيه البصاره اهوت. ميه البصل ديت عايز مع الفول كده، والبصل اللي عندي ده انا هاخده دلوقتي ايه اهوت في شويه زيت، واحط البصل ده يحمر على النار كده لغايه لما ايه نشوف البصاره هنعمل فيها ايه. انا حطيت بصل اهوت وحطيت فول بس وشويه كمون. الموضوع بسيط خالص، انا مش عايز اصعب الموضوع لان اكله البصاره زي ما قلت لكم بنعملها حجه لما تيجي امنا ونعمل. ادي كمون. معانا اتصال. ايوه معانا الاخت فاطمه من حلوان. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا الاخت فاطمه؟ ازيك؟ اقول لك على طريقه المديده. المديده
بنجيب حلبة. حلبة. حلبة ناشفة. حلبة ناشفة ناعمة ولا خشنة؟ ونحط ونحمرهم فيها. الحلبة ناعمة ولا خشنة؟ نعم. الحلبة ناعمة ولا خشنة؟ لا خشنة. خشنة؟ خشنة. خشنة. خشنة حصى يعني حلبة حصى. حصى حلبة حصى. ونقلبهم في الزيت وبعدين نحط المية. المية تغلي ونروح حاطين الدقيق شوية ملح وبعدين الدقيق ونقلبه. بس ونسويها بقى نقلب فيها لحد ما تستوي. تتاكل حلو ولا حادق؟ لا حادق. حادق. ماشي طيب. اشكرك يا اختي. شكرا. المديدة حلو ولا حادق؟ بكرر السؤال كمان مرة. حادق يا سيدي. حادقة؟ ماشي ما فيناش ناكلها حلو. لا هي العصيدة اللي احنا بنعملها حلو انما دي بنعملها حادي. ما هي ممكن ماشي طيب. اشكرك على الاجابة. شفت ده الحوار. ده الحوار اللي نعرف يعني حتى في حاجات انا مش بعرفها صدقوني بعرفها منكم من الحوار ده والمناقشة. اشكرك يا اختي الكريمة. ايه رايك في البصارة؟ الو. طيب انا دلوقتي ايه الفول على النار اهوت مع البصل ومية البصل شوية يعني البصل اللي انا بشرته بشرهولنا حلمي اخدنا نصه بميته حطناه هنا والنص التاني في شوية زيت وهنحمره دلوقتي واسيبه يغلى على النار كده لغاية لما الفول يستوي. يستوي امتى يا شيف؟ اعرف ان الفول يسهل ان احنا نهرسه يا اما نهرسه بالهراسة يا اما نضربه في الخلاط. طبعا دلوقتي لازم نضربه في الخلاط في حاجة اسمها دلوقتي سرعة خلاص اهوت. كانش زمان في خلاط. تعرفوا كان زمان يعملوا ايه؟ كانت ام تجيب المصفى وتجيب الفول المدشوش ده بعد ما يتسلق وتحطه في المصفى وتعمل بايديها لغايه لما الفول ينزل منين؟ من المصفى من تحت زي كده مثلا اهوت. تتنها تعمل تهرس بايديها لغايه لما الفول ينزل من تحت. هو ده الفول اللي نزل دلوقتي اهوت قدامنا اهوت. تجيبوا الكاميرا يا جماله. ضربته انا في الخلاط. ما كانش في زمان خلاط. ما كانش عندنا خلاط. دلوقتي لازم خلاط في البيت. معانا ام خالد من السعوديه. الحمد لله على السلامه يا ام خالد. ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. ازيك يا سيف احمد؟ ازيك يا ست الكل؟ ما شاء الله عليك يا سيف احمد والله. الله يبقى احنا في الاسبوع المصري النهارده. الاسبوع المصري ولا اسبوع ايطالي ولا اسبوع كل الاسابيع عندنا بنزور البلاد كلها واحنا قاعدين قدام شاشه قناه الرحمه. يا جماله. يا جماله. الله اكبر. والله بعمل الطبيخ واحطه على السفره. أو ما أقول لهم يا جماله. أما أبو خالد يقول لي باش ربنا يخليه لك يا رب. المغازل. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا أم خالد. والله ما شاء الله على أكلك يا سيف أحمد والله. الله يبارك أنا بتصل علشان أسلم على حضرتك والله. الله يسترها معاك. وأنا والله بنكون سعداء وحتى إدارة القناة وكل الإخوة هنا بيكونوا مساعداء جدا لما يسمعوا صوت حضرتك. الله يسلمك. لأنك بتشجعينا وبتدعمينا بروحك الجميلة. والله بروفيسير. الله يسترها معاك يا ام خالد. الله يا رب. ما شاء الله يسترها عليك معاك. من عيون الحريم كلها. الله يسترها معاك يا ام خالد. عليك. الله يسترها معاك يا رب. الله يسترها معاك يا اختي الكريمه. ورحمه الله وبركاته. الله يسلم ورحمه الله وبركاته. الفول دلوقتي انا حطيته على النار طبعا عشان الوقت بتاع البرنامج. بعد ما استوى الفول قلنا فيه طريقتين. كان زمان امهاتنا يصفوه من المصفى وياخدوا الناعم منه ويبداوا بقى يحطوا له الملوخيه الناشفه الكزبره بداوا يطوروا فيها. فانا خلينا في اول مرحله. المرحله الاولى سلقنا الفول زي ما شفناه مع بعض وبعد ما اتسلق ضربناه في الخلاط. اختصرنا الموضوع ما فيش مصفى ولا حاجه. نركن بقى الحله دي على جنب. دي المرحله الاولى اللي احنا خلصنا منها اهوت. الفول ضربته في الخلاط عملت كميه كبيره اهي عشان الاكله دي هتعجبكم قوي وهتاكلوا منها. لا الفول اهو بص لما اجي اضربه في الخلاط يا شيف اضيف ميه؟ لا ميه قليله جدا علشان الخلاط يشتغل. ولكن الفول لما يكون مستوي جامد هينضرب في الخلاط بسهوله طالما الحبه مستويه. الحبه لو مش مستويه هتبقى الحبه خشنه. فخليكم حريصين الفول يتنه يستوي على النار جامد يستوي لغايه لما يتهرس وبعدها اضربه في الخلاط بشويه ميه صغيرين. شايفين الفول اهوت ما ضيفلوش اي حاجه بقى. البعض بيخطا يضيف فلفل اسود بيبان سواد. لا اهوت طبعا انا سلقته بميه البصل والبصله وتستوى على النار وضربته في الخلاط. هذا أول مرحلة. المرحلة الثانية بشوف حلة على النار هنا هيت. حلو قوي. حلة على النار موجودة هنا هيت سخنة جاهزة. بجيب فيها شوية سمنة ومعلقة توم صغيرة بقلبها. معلقة توم صغيرة بقلبها وبنزل بالفول ده وأديله إيه غلوة على النار
وهو بيغلي. في حالة ما بيكون بيغلي دلوقتي هنشوف مع بعض، تعالوا نشوف موضوع خضار البصارة. هل ينفع ان ناكل البصارة بالشكل اللون ده؟ طبعا الغد دي المرحلة الاولى. المرحلة التانية عندي كزبرة خضراء. الكلام ده طبعا للاخوات الفاضلات علشان يريحوا امهاتهم. فينا نعملها بالكزبرة الخضراء بس ما نضيفش اي حاجة تانية وهتدي اللون الاخضر. وفينا نعملها بالملوخية الناشفة. ملوخية ناشفة اكلم حماتي اكلم امي وانت جاية تزوريني هاتيلي شوية ملوخية ناشفة. لان صدقوني كل دلوقتي الامهات الحديثات ما يعرفوش يعملوا الملوخية الناشفة، ما عندهمش وقت، كلهم موظفات انا متأكد، منهم المدرس منهم كله. فالملوخية الناشفة دي بنلاقي امهاتنا وحماتنا هم اللي مهتمين بيها. وعلى فكرة عايز اقول لكم الملوخية الناشفة فيها قيمة غذائية عالية اكتر من الملوخية الخضراء. وابحثوا عنها وشوفوا وشوفوا كلام الشيف مظبوط ولا لا. الملوخية الناشفة ديت قيمتها الغذائية اكتر من الملوخية الخضراء. وفينا نعمل الملوخية الناشفة بالفراخ ونعملها باللحمة زي اي نوع ملوخية. بناخد الملوخية الناشفة ديت احنا نعملها النهاردة بالكزبرة الخضراء والملوخية الناشفة الاثنين. هنعمل ايه؟ هنحط حلة على النار مع شوية سمنة عشان تبقى دسمة شوية. طبعا عندنا الزبدة البلدي كلنا فلاحين او اللي مش فلاح بيشتريها، اهيت سمنة بلدي عشان تبقى أكلة البصارة كده إيه قيمتها الغذائية عالية فيها كل حاجة. وفص توم، يعني عندنا شوية توم هناخدهم دلوقتي شوية هنحمرهم شوية مع التوم مع السمنة كده. وعندي شوية كزبرة خضراء هقلب كده السمنة السمنة مع التوم أنزل بالكزبرة الخضراء. خلي بالكوا كده الموضوع عوت. ادي الكزبرة الخضراء الكزبرة الخضراء نزلت بيها اهوت على التوم. ادي الكزبرة الخضراء وادي الملوخية الناشفة تقريبا برضو معلقتين اهوت ملوخية الناشفة مع الكزبرة الخضراء. يبقى الخطوة الأولى سلقت الفول، وبعد ما سلقته عملت إيه يا شيف؟ ضربته في الخلاط وركنته على جنب عندي هنا أهوت. فينا نعمل على قد ما إحنا عايزين، بس البصارة نعملها كميتها كلها لأن مش هتقعد، هناكلها كلها إن شاء الله مش هيفضل منها حاجة. وأحط شوية مية صغيرين كده. الفكرة في إن الملوخية الناشفة عايزها هنا إيه؟ تستوي. أهيت. معانا الاخ الاخت ام سعد من السعوديه، اتصال من السعوديه لاخت ام سعد. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا سيف؟ عساك الله يعافيك يا اختي. المسبوع المصري النهارده. الله يرضى عليك. الله يعافيك يا اختي على هالبرنامج الجميل. الله يبارك لك يا رب. الله يرضى عليك. ممكن اطلب منك طلب يا سيف لو سمحت؟ السؤال؟ ايوه لو سمحت. المديده اطلب منك انت سبق سويت لنا يعني حمام محشي او دجاج الحمام محشي. المحشي ان شاء الله الاسبوع ده باذن الله هنعمل الحمام المحشي هنعمله الاسبوع ده باذن الله. اي بالبهارات الطازجه. نعم انت سبق سويتها. سبق سويتها في حاضر. ونبغى ام علي لو سمحت لو تعطيني المقادير هاتين. المقادير بتاعت ايه؟ ام علي لو سمحت. ام علي؟ ايوه. حاضر حاضر. شوف البصارة لأنها عايزة تعورني. حاضر. الله يرضى عليك. فكرة. حاضر يا أختي الكريمة. هنعمل أم علي ونعمل الحمام المحشي. نجيب المضرب كده ونقلب بسرعة. لأن طبعا شوف تضرب إيه هي القنابل هنا أهيت. طلعها بره النار. كويس. الله أهيت. شايفين؟ أدي الملوخية، أدي البصارة. طلعت معايا البصارة بسهولة. كل القصة في إن أنا الفول بياخد مني أهوت. الخضار بتاعها جه منين يا شيف؟ من الكزبره الخضراء والملوخيه. الملوخيه الناشفه مع الكزبره الخضراء والثوم حمرتهم في شويه سمنه بلدي. الله. حمرتهم في شويه سمنه بلدي. وبعد كده ايه؟ حطيت شويه ميه صغيرين بس علشان الكزبره مع الملوخيه تدي تيست. ونزلت بالفول اللي انا ضربه في الخلاط وبقلب كده بالمضرب واسيبه طبعا يتكتك على النار ويغلي. اهوت حط على النار كده ونغطيها. خلي بالكوا عشان ما تعورناش اهيت. كويس. بس معانا الاخ محمود من شبرا. السلام عليكم الاستاذ محمود. معلش
نخلي دول هنا كده علشان نحتاج لهم ونظبط الدنيا كده ونشوف قصة الحواوشي. السمكة اللي الأخت طلبتها من شوية، عندها سمكة قشر بياض، سمكة القشر البياض عندها موجودة في التلاجة، عايز تعملها صينية بالبطاطس. هننضف يا أختي الكريمة السمكة الأول، ننضف بطنها كويس ونغسلها، وبعد ما نغسلها كويس نقطعها جزل، وبعد ما نقطعها جزل هنتبلها بالثوم والليمون وقليل من الخل، ثوم وليمون وقليل من الخل وشوية كمون، وطبعا اللي عارفين الكمون والليمون مهم جدا للسمك. يبقى هنتبلها في الثوم والليمون والخل والملح طبعا، وعايزه تحط شويه زعتر ماشي وشويه الملح. معانا اتصال؟ ايوه طبعا. معانا الاخت اسراء من القاهره. ازيك يا شيف مغازي؟ يا اهلا وسهلا. لك يا شيف، هو حضرتك اتفضل شفت تقول لنا طريقه نعم طريقه ايه؟ اتفضلي حضرتك. طريقه البيتزا اللي انت عملتها امبارح. طريقه البيتزا رول؟ حاضر. حاضر نقول العجينه. العجينه نفسها؟ حاضر حاضر يا اختي. ايه رايك في البصاره؟ بتعرفي تعملي البصاره ولا تحبيها بس وخلاص؟ لا ما بحبها طبعا. انت صغيره واضح يعني. ماما بتعمل لكم البصاره. ماشي. احنا بنحمر دلوقتي البصله دي كده علشان هنحطها على وش البصاره. لازم تحمر. ايوه يا اختي انا معاكي. ما تنساش يا شيف البيتزا رول. حاضر 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 يا اختي الكريمه. شكرا اشكرك. انا لازم احمر البصله دي بلونها احمر، لون برونز يعني، مع التوم دلوقتي. بس استنى لما البصله تطلع شويه هحط عليها معلقتين توم. يبقى هنحط على الوش بصل وتوم محمر كده، هيدي تس طعم جميل. عايز اقول البصاره بتغلي على النار، وادي البصله مع التوم هيحمر. هنعمل مع بعض دلوقتي الرغيف الحواوشي. طب نكمل الاول طريقه السمكه للاخت الكنترول بيذكرني. هنقطع السمكه جزل، هنتبلها بالليمون والتوم وقليل من الخل قلت والكمون، ونتبلها بشويه زعتر وشويه فلفل. المهم نتبل السمكه على ذوقنا ونركنها على جنب. فينا طريقتين، نعملها صينيه بالبطاطس حمراء او صينيه بالبطاطس بيضاء. في الحالتين لو نعملها بيضاء هنحط لها كريمه لباني، ولو نعملها حمراء بالطماطم يبقى مش هنضيف اي حاجه. بنجيب 3 4 حبات طماطم مبشورين، ونجيب بطاطستين نغسلهم ونقطعهم طبعا سلايز، ونسوي البطاطس الاول شويه علشان الوقت اللي هتستوي فيه البطاطس اكتر بكتير من الوقت اللي هيستوي فيه السمك حسب حجم السمكه. لو السمكه كبيره والجزل كبيره نحط البطاطس ني في ني، لو السمكه صغيره يبقى البطاطس تستوي نص سوا نضيفها للصينيه. وبعد كده نحمر السمك ده نص تحميره، نحط السمكه في شويه دقيق ونحمرها نص تحمير، ونرصها في الصينيه مع البطاطس مع الطماطم، ونرش عليها التوابل طبعا الكمون والبهارات، وندخلها جوه الفرن مع نص كوبايه ميه. هنعملها بيضه، بنضيف لها نص كوبايه من الكريمه اللباني. وجربي الطريقه اللي حضرتك قلت عليها دي وهتبقى جميله. ما تنسيش طبعا الكرفس والكزبره الخضراء، الكرفس الناعم والكزبره الخضراء طبعا بنضيفه للطماطم والبصل اللي احنا بنضيفه مع السمكه وندخلها الفرن. معانا اتصال؟ السلام عليكم. معانا اتصال من اسوان الاخت زينب. السلام عليكم. الاخت زينب سلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. اتفضلي يا اختي معاكي. ينفع اجاوب على السؤال؟ اتفضلي معاكي. لبن؟ لبن ودقيق. وسمنه بلدي اللي هي المديده. سمنه بلدي. وحلبه مطحونه. وهي من الحلويات، وبنضيف لها يا عسل يا سكر. يا عسل يا سكر. يعني فينا ناكلها حلوه وناكلها حادي. كويس ماشي. ينفع بس يا شيف اطلب منك طلب؟ اتفضلي معاك. عاوزاك بس تعمل لي طاجن الباميه باللحمه. طاجن باللاميه؟ حاضر. لحم الضاني نعمله كمان. حاضر. ايه رايك في البصاره؟ حلوه. بتحبيها؟ دي عايزه العيش المقرمش الجميل ده كده، وطبعا علشان البصاره في الاطفال مش هيحبوها يمكن، ولا طبعا اللي هم متدلعين شويه في البيت عندنا يقول لك مش هناكل بصاره النهارده، اعملي لنا حاجه غير البصاره. عملنا لهم رغيف حواوشي، رغيف الحواوشي باللحمه. ماشي هنعمله مع بعض دلوقتي، تابع معايا. اشكرك يا اختي الكريمه. انا دلوقتي بحمر البصله على ما نشوف هنعمل الحواوشي ازاي. طيب ادي اللحمه، بشتريها من عند الجزار، اقول له انا عايز حته لحمه مفرومه ملبسه. يعني ايه ملبسه؟ يعني فيها نسبه دهون عاليه شويه. لو شفنا اللحمه هنلاقي فيها دهون، اهيت ما هيش لحمه حمراء، لا لحمه فيها شويه دهون. علشان هنا مش هحط اي ماده دهنيه تانية خالص، هي الدهن اللي على اللحمه ده كده اهوت بنزل بيها.
ادي اللحمه. معانا اتصال الدكتوره فاطمه. حمد لله على السلامه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا بروفيسور؟ حمد لله على السلامه يا دكتوره. الله يبارك لك. كل الاخوات اللي بيشاهدوا حضرتك الله يسترها معاك يا رب. يعني لو اتعمل احصاء من مركز اعلام اكبر نسبه مشاهده على مستوى مصر كلها برنامج حضرتك. الله يسترها معاك يا اختي. والله انا مش عايز اقول لحضرتك يعني الله يبارك لك. محافظات عديده انا فيها افاجئ ان يعني بيذكروا اسم حضرتك والطريقه او سمعوا صوتي والطريقه يعني بصراحه معجبين هم بحضرتك جدا. طبعا يعني. بنتكلم بسطاء في المطبخ يا دكتور. حضرتك حسنت من نوعيه الطبيخ لدينا يعني. الله يبارك. انا ليه مداخلة عند حضرتك. انا يعني اتمنى ان حضرتك تعمل لنا الكشري المصري. الكشري عايز اكل كشري زي اللي باكله في الاماكن الفاخره. في كشري في كشري احنا بنعمله جميل جدا اللي هو العدس والرز. لا الاكله المفضله عندي بصراحه هنعمل الكشري المصري اللي هو بالعدس والشعريه واللي احنا بنشوفه في المحلات. هنعمله ان شاء الله الاسبوع ده برضه محطوط في الخطه. ان شاء الله محطوط في الخطه ان شاء الله. بالنسبه للكفته يا شيف. الكفته الكفته اللي بالبطاطس. لو انا مش هبشر بطاطس احط ايه بديل؟ لا ما هي ميزتها ايه الكفته. ما هي كل بص حضرتك اي لحمه يا دكتوره فاطمه بنخلطها مع اي حاجه بنقول عليها كفته. بس هي الكفته في في المقادير بتاعتها بيغير الطعم. يعني البطاطسيه مبشوره مع اللحمه هتدي طعم تاني. لو اعملها مع الدقيق او مع الرز هتبقى كفته بالرز. يعني انا عارف انك بتحب الكفته بالرز وطلبتها مني. هعملها جميله ونفذناها. اوعدك اوعدك والله الاسبوع ده هعمل لك كفته جملي بالرز المصري ان شاء الله. دي خصوصا للدكتوره فاطمه. بس قول لنا دكتوره فاطمه علوان يا شيف قول لي الاماكن اللي من الذبيحه اللي ممكن اشتري منها اللحمه. يعني اللحمه الجملي بالظبط كده اقول له مثلا او بتصل بيه اقول له اعمل لي من الرقبه من كذا. في ناس كده ما هو القصه ان اللحمه الجملي حساسه لازم جزار معروف يا دكتوره. لان عشان احنا دلوقتي في الايام دي ايام صعبه شويه موضوع اختيارنا للحمه والجزار. لا ما احنا في منتهى لازم يكون عندنا جزار مؤتلفين عليه. اشكرك يا دكتوره فاطمه. لازم يكون في جزار. بنصح الساده المشاهدين كل واحد فينا يبقى عنده جزار كده يتعامل معاه بمصداقيه ويدينا حته لحمه حلوه مضمونه عشان ما نكتشفش في الاخر ان احنا بناكل لحمه حاجه تانية. يا لحمه جملي لحم بتلو لحم ضاني نقول له عايزين حته لحمه جملي كويسه هنعملها كفته. فالراجل بيقطع حته لحمه كويسه هنعملها كفته. عندي التوم هنا اهوت بحمره كمان اهوت. خلاص البصله قربت تطلع بنزل بالتوم. انا واقف على البصله عشان ما يتحرقش. مهم جدا اهو لازم احمر البصل بالشكل ده. هو ده اللي هيخلي طعم البصاره جميل زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت. وان شاء الله طبعا بناء على رغبه الساده المشاهدين هنعمل الحمام المحشي. حاضر. مطبخ قناه الرحمه كريم فهيعمل كل الاكلات المصريه اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. نشوف البصاره وصلت لفين. بتنادين البصاره. الله هاي مش هكشفها دلوقتي. لو كشفتها دلوقتي وشها هيبوظ خالص. تخليها بعد ايه ما تهدى شويه اهيت. شايفين البصله تحمر شويه كويس اهوت تحمر. تأكد طبعا ان التوم مع البصل كده احمر بالشكل ده. تحمر كويس. الحواوشي سهل خالص. الحواوشي سر طعمه الجميل ان اللحمه تكون ملبسه. يعني ايه؟ يعني اقول للجزار فلوم لحته ليه معاها حته من الدهن شويه. لازم اللحمه تكون فيها نسبه دهون شويه لان الحواوشي ده في المحلات الاكله دي اشتهرت فين الجزار والمطعم. معانا اتصال. معانا الاخت اسراء من محبي قناه الرحمه ومن مشاهدي قناه الرحمه. الاخت اسراء. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف احمد؟ يا اهلا وسهلا. ممكن اجاوب على السؤال؟ المديده. ممكن اجاوب على السؤال؟ اتفضلي معاك. المديده هي من الحلويات. من الحلويات ومقاديرها لبن ودقيق وسمنه بلدي وحلبة مطحونه وعسل او سكر. الله. سيف احمد. نعم. ممكن تقول لي طريقه عمل جوز الهند اللي انت عملتها؟ جوز الهند اول ما جيت تعملها النور قطع عندينا. النور قطع. الله شفتي. وممكن تقول لي برده مقادير صلصه البيتزو اللي انت عملتها؟ البيتزا رول. حاجه تانية لما جيت عملت البيتزا رول حطيت لها حاجه دوائر اسمها مستدلة. هي ايه ديت المستدلة؟ الدوائر اللي هي اسمها مستدلة. المرتدلة. هي ايه؟ في مرتديلا وفي جبنه موزاريلا. اي انا عايزه المستدلة. هي ايه؟ مرتديلا. حاضر. مرتديلا لحمه او دجاج؟ ماشي. في مرتديلا بيضة وفي مرتديلا حمراء.
خلاص ماشي شكرا. حاضر يا اختي الكريمه حاضر. هنقول لإسراء عشان هي من مشاهدي قناه الرحمه طريقه عمل حلاوه جوزة الهند. خلي بالكم في حاجه هنا انا محرص عليها شويه، نطفي النار الاول عشان نعرف ايه نظبط الدنيا. شويه الزيت اللي انا كنت بحمر فيهم البصل دول انا عايزهم، ده هم دولت بقى توقيع الشيف او بصمه ست البيت نفس يعني. انا اهو بصف التوم اهو شايفين، لو انا عندي اطفال في البيت دلوقتي صدقوني هياكلوا البصل والتوم ده قبل ما احطه على البصار، هيقعد ينقنق فيه كده ويسل عليه يفتكروا لب ولا حاجه اهوت. شايفين كلنا عندنا اولاد ربنا يخليهم لنا بيدخلوا يتشاوا في المطبخ، فدولت طبعا انا هزين بيهم الايه البصاره. شايفين دولت مهمين جدا اهو، بنخليهم على جنب كويس. شويه الزيت دولت اهمت هجري بيهم كده واروح على فين، ركزوا معايا ركزوا معايا. ادي البصاره بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طبعا اول ما نرفع الغطا نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يبارك. نغطي كده الزيت اهوت، الزيت اللي انا حمرت فيه البصل تابعوا معايا بنزل بيه على البصاره، هيدي طعم تاني وتست جامد للموضوع اهوت. شايفين شويه الزيت دول مهمين جدا اهوت، هيظبطوا الموضوع فينا بقى ايه. بنروح عند مثلا حماتي نلاقي البصاره لونها اخضر، اروح عند امي الاقي البصاره لونها فاتح شويه، فموضوع تقدير. معانا اتصال الاخت فاطمه من اسكندريه. السلام عليكم، معاك الحاجه فاطمه. الحاجه فاطمه ازيك؟ سلام عليكم. الحمد لله الحمد لله على السلامه يا حاجه، ازيك؟ ربنا يكرمك. الله يبارك لك يا اختي الله يبارك لك. هو السؤال دقيق وسمنه بلدي المديده المقادير معاك وسمنه بلدي كويس وحلبة مطحونه ويا اما تحط سكر او عسل ودي بتبقى حلوه دي اكله حلوه اكله حلوه. وكنت عايزه اسالك يا شيف لو سمحت. اتفضلي معاكي. بالنسبه للافوكادو ده انا سالت الافوكادو فكهاني فقال لي ما اعرفوش. الفكهاني قال لك ما اعرفوش غير الافوكادو. الافوكادو اسمه لا هو اسمه الافوكادو في له اسم تاني؟ لا افوكادو. طب ده نوع من الفاكهه؟ نعم ده نوع من الفاكهه؟ نوع من الفاكهه ونوع من الخضار، بس مش اي فكهاني يا امي يا اختي الكريمه. لو سمحت سؤال تاني. بص حضرتك الاول بس بعد اذنك، الافوكادو لما تروح تشتريه مش هتلاقيه عند اي مش الفكهانيه، هتلاقيه في السوبر ماركت الكبير. السوبر ماركت المجمع السوبر ماركت الكبير، مش عايز اقول اسماء على الهوا. السوبر ماركت الكبير هنخش جوه في قسم الخضروات هنلاقيه محطوط في مع الفواكه. طيب ماشي هنلاقيه كده عامل زي هنلاقيه عامل كبير كده زي البيضه بتاعت بيضه الوزه، حاجه كبيره كده زي المنجايه، عامل زي المنجاية. زي المنجاية لونه أخضر. أيوة أختي أنا معاك. طب بالنسبة لحشو الرز بتاع الممبار. الرز بتاع الممبار ماله؟ الرز بتحط إيه في الرز تغير نحط بقى خلطة المحشي يا أختي الكريمة، خلطة المحشي. رز الممبار نحط له خلطة المحشي. عايزينه حار في إيدينا، عايزينه مش حار في إيدينا. طماطم وبقدونس؟ طماطم طماطم مبشوره وبقدونس وكزبره خضراء وشبت، ونتبله بقى وقرن فلفل حار حامي كده كويس، شويه كمون شويه فلفل اسود شويه كزبره ناشفه، فص ثوم مطحون ناعم حسب رغبتك بقى في موضوع التوابل يعني. طب لو سمحت رجعني للكنترول عشان اديله بس رقم تليفوني. تحت امرك حاضر ترجع للكنترول، بس قولي لي البصاره الاول عملتها صح ولا غلط؟ لا سلم ايديك بجد والنبي، انا عارف انك شاطره في طريقه عمل البصار اهو. والله سلم ايديك يا شفتي كيف. انا بصراحه مش قادر اقاوم، عندي عيش هنا وعندي طبق بصاره وهجملها دلوقتي بالثوم والبصل وناكلها كده الف انا وشفا. اشكرك يا اختي الكريمه. هنعمل طبعا، انا عارف ان هيبقى في اعتراض في البيت النهارده، كل الاطفال هيقولوا ما بناكلش البصاره يا ماما، كل يوم فول. ما هو بقى ملوش دعوه، هو عارف انه فول وخلاص، نحط له ملوخيه نحط له كزبره هو فول بالنسبه له. فاحنا عملنا لك يا ابو حميد ويا عمر ويا سيد وكل اطفالنا وبنوتاتنا الحلوين، عملنا لكم رغيف حواوشي باللحمه. هنشوفه دلوقتي هنعمل ازاي الحواوشي. شايفين البصاره الجميله ديت اهيت، هنزينها دلوقتي. انا عملت كميه اهيت عشان نوزع الجيران، ما هي اكله حلوه يعني، ممكن نهادي الجيران كده
اللي هدينا بطبق رز بلبن نهديه بطبق بصارة. ايه رأيكم؟ لأنها أكل بتاخد وقت، بس شايفين ما خدتش مني وقت ازاي؟ على ما اتكلمت معاكم شوية ودردشنا في المديدة كانت البصارة طلعت. شايفين الحلة مش محروقة اهي؟ أنا عارف لما تيجوا تعملوا البصارة يطلع نص الحلة محروق في الأرضية. صدقوني. أهوت. وغرفتها وهي سخنة، ما ينفعش أغرف البصارة لما تبرد. عشان لازم تاخد شكل الطبق كده وهي سخنة، ما ينفعش أغرفها لما تبرد أهيت. عملت كمية حلوة أهي تكفيكم. ألف هنا وشفا. نيجي بقى لإيه؟ للتوم. الله. أم أحمد من الجيزة، اتصال أم أحمد من الجيزة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك أم أحمد؟ جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك لك يا أختي. والله إحنا شمينا ريحة الأكلة من هنا يعني. ريحة الأكل طالعة عندك ما شاء الله، إحنا مش قادرين نقاوم في الاستوديو. ربنا يجازيكوا خير. يعني هنطلع فاصل دلوقتي نضرب طبق بصارة مع رغيفين عيش. أنا وأرجع لكم 100 100. طريقة عمل الكفتة بالبطاطس. طريقة عمل الكفتة بالبطاطس، حاضر. حاضر يا أختي الكريمة. وربنا يجازيكوا خير على الله يبارك لك يا رب، الله يبارك لك، الله يبارك لك. الكفتة بالبطاطس قبل ما نطلع فاصل وناكل البصارة مع العيش هنخلي لكم شوية ما تخافوش. هنجيب ثلاث حبات بطاطس مبشورين مع نص كيلو لحمة مفروم ومعلقتين دقيق أو معلقة دقيق كبيرة. وممكن نستبدل الدقيق بإيه؟ بدقيق الشوفان يا دكتورة فاطمة، دكتورة فاطمة علوان. نستبدل الدقيق بدقيق الشوفان اللي بيتعمل شوربه وبيتعمل حلويات، ده موجود برطمانات. هنحط معلقتين دقيق شوفان مع البطاطس مع اللحمه ونخلط المقادير دي كلها مع بعضيها مع كزبره ناعمه، بقدونس ناعم، سنه شبت، بصله مبشوره، فص ثوم. نخلط كل المقدار ده مع التوابل ملح وفلفل اسود وشويه كمون ونعملها راس كده ونحمرها نص تحميره في الطاسه وبعد كده ندخلها الفرن من غير ميه ولا اي حاجه، لو حطينا لها ميه هتفك يا دكتوره. فحمرناها في الطاسة، بعد ما بنحمرها بنحطها في صينية ونغطيها بورقة سلفر وندخلها الفرن يكون مولع. هنلاقي البطاطس تستوي من جوه وتتماسك مع اللحمة، والدقيق هنا هيلعب دور مهم جدا، هيعمل عملية ائتلاف، هيجمع البطاطس مع اللحمة ما يخليهاش ايه تفك. وتعملوا نفس الطريقة. تعالوا بقى نزين البصارة بتاعتنا، نجيب معلقة ونزين البصارة كده. الله الله الله، شايفين ندلعها كده. ننادي لأولادنا، تعالوا يا أولاد يزينوا يحببهم في البصارة. أهوت. شايفين الجمال ده؟ الله. طبق جميل فينا نعمله وما نخليش أمهاتنا زي ما قلت لكم يجوا يشتغلوا في المطبخ، اللي متجوز جديد تزور حماته يدخلها المطبخ، تزور أمه تدخلها المطبخ، واخدين بالكم من تدخله وتدخلها؟ آه، لو زارتني حماتي أقول لها خش المطبخ يا حماتي بحب البصارة من إيدك. ولو زارت لو زارتها أمها تقول لها يا حماتي ادخلي المطبخ أنا بحب المحشي من إيدك. فما ينفعش بقى إحنا نتعلم، كفاية كده أهوت. نتفرج على قناة الرحمة، يبقى نتفرج على الشيف أحمد المغازي، هنعمل البصارة ونعمل الحواوش ونعمل الحمام المحشي ونعمل الفتة. نطلع فاصل صغير ناكل البصارة مع العيش وهنخلي لكم طبقين، تابعوني بعد الفاصل. الله عليك على طشتك من كل دولة وجبتك والطلة حلوة طلتك والطعم كله كله في أكلتك صحتك في أكلتك صحتك في أكلتك حلقتنا النهاردة أكلة جديدة ومعلومة صحية مفيدة. وفي مشري جاهز للي ياكل. إضافة السكر للطماطم ده بيبني على الحموضة من الطماطم. هنشوف إزاي هنعمل بقينا الطشة بتاعة الملوخية. الله، اللحمة المفرومة مع الطماطم. وجبته في كل مرة. مش قادر أقاوم الريحة الجميلة دي. بقى طعم مكعبات بالشكل ده. لطبق السلطة الخضراء بتاعنا. وعايزين حاجة يا شيف تفتح لنا النفس. نعمل طبق السلطة باذنجان. المطبخ المصري، المطبخ الطلياني، المطبخ المكسيكي، المطبخ الصيني، المطبخ المغربي، المطبخ اللبناني، المطبخ الخليجي. حريصين في كل حلقة بنقدمها ان احنا نقدم اكلات اقتصادية في متناول الجميع. يا رب نكون عند حسن ظنك. حسن ظنك. صحتك في اكلتك والشيف فرحتك، شيف ما يسعد دنيتك. Mm-hmm.
البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. علمتني الحياة، علمتني الحياة، تعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر، إنما عندما ينسحب. علمتني الحياة، علمتني الحياة. الأكل علم ومعلمة، وأصول تناسب همتك، وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، شفنا البصرة خرفناها بالشكل الجميل ده، في أخطاء بنوع فيها بقى، الحاجات الصغيرة دي نخلي بالنا فيها. عملنا البصرة وتعبنا عليها وزيناها بالبصلة والثوم زي ما قال الشيف، والشكل الجميل اللي احنا شايفينه دلوقتي بتيجي ايه، مستعجلين وجايبين الرابل او البلاستيك ومغطيين البصارة. لا، وبعد ما نغطيها نكشف طبق البصارة نلاقي عليه نقط بيضة، نقوم نشك في الموضوع ونقول البصارة باظت، هنلاقي بطع بيضة كده عليه. البخار لما طلع في ورقة السلفر او ورقة البلاستيك رجع تاني، البخار نتيجة السخونية رجع تاني تساقط، لما نزل نزل على وش البصارة عمل بقع بيضة هنا. لو جربت الموضوع ده هتلاقوا زي أنا ما بقول كده، هنقول البصارة نقدمها للضيوف نلاقي شكلها غريب، البصلة وفيه بقع بيضة، هل مش عارفينها دي ايه؟ عيب في الفول، عيب في البصارة، فبتحصل مشكلة. فما نغطيش البصارة بعد ما نغرفها إلا لما تبرد خالص، تبرد وتبقى زي درجة حرارة المطبخ، نغطيها نضمن ان هي مش هتطلع بخار ويرجع تاني يتحط على الوش. معانا اتصال، سلام عليكم. معانا الاخت ام حازم. ام حازم سلام عليكم. ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا اختي الكريمه؟ عامل ايه؟ انا بتصل الله يبارك لك على طول اهو. الله يبارك لك ام حازم، متابعه جيده. الله يخليك، اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. وايه البصاره اللي تفوق؟ ادعي لي والنبي. ايه رايك في البصاره؟ عشان لما تروحي عند بنتك ولا ابنك ما يدخلوكيش المطبخ. لا انا بقى بعمل وبوزع. لا والله، ربنا يجعله عامر يا رب، ربنا يجعله عامر. بس انا بقى بعملها بالنعناع، يعني بالنعناع. ماشي صح، بحط عليها نعناع وكده، وحط كمان الخضره معاها وهي بتستوي، كزبره خضره. وايه كمان؟ وبحط معاها حبه كم عود شبت وكم عود بقدونس. كويس، يطلع لونها اخضر برضو. مظبوط. وبحط معاها فصين توم وبصلايه وكل ده بقى بضربه في الخلاط، واعمل التقليه اللي حضرتك عملتها برضو. الله يبارك لك يا اختي، الله يخليك. ممكن اجاوب على السؤال؟ اتفضلي معاكي. المديدة دي عبارة عن حلبة مطحونة. حلبة مطحونة. وبحط لها سمنة بلدي. وبحط لها دقيق. وبحط لها لبن. وبحط لها عسل. كويس، هي دي مكوناتها. تتاكل حلو ولا حادي؟ لا حلوة، بقول لحضرتك عسل. عسل. سوري، عسل. ركز معاك يعني. كويس. طيب نقدرش نقول صح ولا غلط غير في اخر البرنامج يا اختي؟ وبتبقى عامله زي اكله كده وبناكلها دايما في الشتاء، يعني في الشتاء. مظبوط، برافو عليك. لا في الشتاء مظبوط. بنحط لها كمان معلقتين دقيق كده، يعني معلقتين زيت طبعا. ماشي، تسلم. تسلم ايدك يا ام حمزه. تسلم. وانا بعمل دلوقتي رغيف الحواوشي. ما انا بص على حضرتك يا ام حازم علشان ما حدش يشتريه من بره. لا احنا الحمد لله ما بنجيبش حاجه ربنا من بره. ربنا يخليك ويديك الصحه يعني يا رب. الحمد لله شاطرين يعني. ربنا يخليك لاولادك يا رب ويديك الصحه. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك في صحتك يا رب. الله يخليك يا شيف احمد. اشكرك يا اختي الكريمه. ماشي يا شيف احمد. الله يبارك لك. الله يبارك لك. انا دلوقتي بعمل رغيف الحواوشي سهل جدا خالص. حواوشي، عارفين قصه رغيف الحواوشي دي جت منين؟ من الدوبري بتاع المطبخ. الجزار انا راح اشتري كيلو لحمه، يفضل عنده شويه ليا وشويه لحم يركنهم على جنب. سيان من الناس، كل العملاء ولا اللي بيشتروا منه طول النهار، في اخر النهار بيلاقي عنده سله كبيره ولا طشت ولا حله ولا حاجه هو بيجمع فيها، موجود فيها الدوبريه وفضلات اللحم وكل حاجه قد كده. بيروح بقى فين؟ بيجي مدخلها المفرمه، فارمها كلها بما فيها العظم القرقوشه، بما فيها الجلد، بما فيها كل حاجه.
ويجي فارم كل ده تطلع لك خلطة كده شكلها غريب، ما احناش عارفين هي حمرة ولا بيضة. انا بقول لكم قصة الحواوشي. ويجي بعد كده بيعها بالكيلو للمحلات وللمطاعم الشعبية يعملوها رغيف حواوشي. يجي الراجل جايب 30 40 رغيف عيش وجايب ورق الجرايد القديم، ودلوقتي طوروه بقى وجابوا ورق ابيض. كان الاول نلاقي رغيف الحواوشي ده محطوط في الميادين كده ايه ملفوف ورق جرايد، نلاقي بقى عليه صور غريبه كده الزعماء والفنانين وبتاع. الواحد يختار الفنان اللي هو عايزه مش الرغيف اللي هو عايزه والله. فانا بقول لكم على حاجات انا شفتها بعيني، اروح ميدان الاقي رغيف الحواوشي محطوط قدام الراجل عليه صوره عادل امام، صوره فنان من الفنانات. فده ما ينفعش. فاحنا ايه الموضوع ده ما ينفعش ان احنا نلف في ورق جرايد الاكل بتاعنا خالص. خلاص عندنا ثقافه دلوقتي، كان الاول ما بنشوفش شيفات على التلفزيون، دلوقتي كل قناه فيها شيف بيطبخ، فيكون عندنا ثقافه. فنجيب ورق زبده او ورق فويل، واللحمه بتاعتنا بقى نختار، ما نشتريش من بره بقى، وناخد الدوبريه وناخد اللا ومتبلها بقى بايه بملح وشطه و... يبقى احنا بناكل شطه. نعمل كده، عايزين واحد يقعد بمروحه لما ناكل رغيف الحواوشي على ايه على بق على بقنا كده، والله مروحه كده يهوي ايه الحراره اللي طالعه. فالحاجات دي كلها بنشوفها اولادنا بيشوفوها. فاحنا دلوقتي ما ينفعش، بنجيب لحمه ونجيبها ملبسه شويه، بصله ناعمه، كزبره خضراء، بقدونس ناعم، معلقه صلصه طماطم، فصين من الثوم، انا ما حطيتش حاجه، التوابل عندي فلفل اسود اهوت، نحط شويه التوابل وبعدين نخلط، فلفل اسود اهوت، لازم فلفل اسود كتير اهوت. ومدري الحواوشي طالع على الشاشه اهيت، يا ريت نكتبها، نكتبها لحمه مفرومه ملبسه، بصلتين مفرومين ناعم، شويه بقدونس، شويه فلفل اسود، كمون، فصين من الثوم او معلقتين ثوم، بنخلط المقادير دي كلها مع بعضها مع جوزة الطيب، جوزة الطيب شويه ماشي، والملح اهوت، وشويه التوابل اهوت. هنعمل رغيف حواوشي جميل يمشي مع البصاره، يبقى تمام قوي. عندنا معلقه كاري نضيفها حسب ما احنا عايزين، التوابل والبهارات ديت حسب رغبتكم. دايما انا اقول اللي بيفصل شيف من شيف او ست بيت من ست بيت او ام من ام، يعني التوابل اللي بنضيفها للاكل بتغير. والنبي لو اتنين خوات توأم، بالله عليكم لو اتنين خوات توأم، توأم يعني مولودين في يوم واحد وفي ساعة واحدة، عملوا البصارة كل واحدة طعمها يختلف، وجربوا كده. ليه؟ هي بيبقى لها ذوق في التوابل شوية، لها رغبة أو لها رؤية، وأختها التانية لها رؤية. كذلك الشيف، الشيف بيعمل حواوشي بشكل، الشيف اللي بيعمل حواوشي ده بيضيف توابل كذا، ممكن نضيف نفس التوابل معاكم بس هناكل نلاقي الطعم مختلف. ليه؟ هو ضاف قليل، انت ضفت كتير، فهي بتختلف. ده النفس اللي انا بقولها، كل واحد له نفس في الاكل. انا دلوقتي عملت اهوت اللحمه، تبلتها كويس بالملح والفلفل والكمون والبصل، وهدعكها جامد كده زي ما انا بعمل كده اهو بايدي، اتاكد طبعا ان هي ايه اتخلطت جامد. طبعا الرخامه عندي نظيفه هنا، الحاجه اللي تقع الرخامه ما ينفعش ارميها، لازم انضف مطبخي اول باول. ما نقولش الشيف ونلاقي التعليقات بقى ايه ده حته لحمه وقعت على الرخامه شالها وحطها في الطبق. لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله معايا، محمد رسول الله. بقى هي الرخامه نظيفه وايدي نظيفه وكل حاجه نظيفه اهو، نسمي بسم الله على الحاجه ربنا يبارك فيها على طول اهو. اللحمه مع البصله اهو، ادعكها جامد كده زي ما انا بعمل كده اهو اهو. وعندي الفرن مولع ورايا جاهز، وعندي طاسه هعمل رغيف الحواوشي بطريقتين، مشوي وفي الفرن. وفينا نعمل له عجينه زي خبزه عاديه، نعمل عجينه العيش العادي اللي هي الدقيق والميه وشويه خميره، ونعمل عجينه زي عجينه البيتزا تقريبا يعني، ونحط اللحمه دي في النص وندخلها الفرن، يبقى برده رغيف لحمه، اسمه رغيف لحمه اهوت. شايفين الخلطه الجميله دي كده اهي، الله جاهزه اهي. شايفين الدهن اللي في اللحمه مخلي لونها جميل ازاي اهو. هجيب هنا ايه بقى، فلفل حار، وانا ما رضيتش طبعا افرمه في الاول، حسب رغبتنا. اولادنا عايزين الفلفل الحار زي ما بياكلوه بره، نحط فلفل حار، ادي الفلفل الحار نفرمه ناعم كده. طبعا الاكله دي يا شيف اللي عملته النهارده رغيف حواوشي وعملت لنا بصاره، ايه اللي ممكن ناكله مع الطبق ده؟ ما ينفعش بقى لا رز بشعريه بقى ولا اي حاجه، لا اجازه النهارده من الرز والمكرونه. ناكل معاه العيش اللي احنا شايفينه الجميل ده، وناكل معاه طبق سلطه خضراء. يبقى ناكل معاه ايه؟ عيش وسلطه خضراء. لازم عن طبق سلطه خضراء.
الاكل بتاع النهارده ده لازم سلطه خضراء. انصحكم لما تاكلوا طبق فول لازم طبق سلطه خضراء يكون فيه خس او جرجير. السلطه الخضراء يكون فيها ايه؟ خس او جرجير لازم، وخيار. ادي الفلفل اللي انا فرمته ناعم اهوت كويس، اضيفه للايه؟ للحمه اهوت عشان يبقى حواوشي بجد. اسمه حواوشي. حواوشي جت منين؟ حاجه محربشه، محرمشه، محرمش، رغيف محرمش. مش بقول لك النهارده انا اكلت اكله محرمشه يعني فيها توابل غريبه كده وفيها حاجات غريبه. محرمش جايه من حواوشي اهيت. هنخلط الخليط ده كده مع بعض ونجيب العيش. العيش عندنا ايه بقى اهوت؟ كويس اهوت. الشيف جايب معاه عيش نص سوا، ادي نص سوا عمله لنا خالد اهوت. العيش ده هحشيه لحمه دلوقتي. طالما انا هعمله حواوشي، حتى لو انا هعمل حواوشي في البيت، بطلب من الراجل الخباز او من الفرن اللي عندنا في الحته نقول له اديني 10 ترغيفه نص سوا اهوت، وبجيبه وبحشي اللحمه. تعالوا نحشيها مع بعض. سهله خالص الموضوع. الاكلات الاكل المصري اسهل منه ما في، وطعمه جميل ومميز بطعمه اهوت. نخلط الخليط ده كده اهوت، الفلفل الحار مع اللحمه. طبعا انا حطيته في الاخر ليه؟ علشان تبقى حسب رغبتكم، انتوا عايزين حطوا، مش عايزين مفيش مشكله. وباجي اهوت حته اللحمه باخدها اهيت وبفرتها كده فين؟ في الرغيف كده. طبعا في المحلات وفي المطاعم بنلاقيهم عاملين ايه؟ بنلاقيهم حاطين كده عينات، يعني ماسحين اللقمه حته لحمه. وطبعا التوابل بقى ما بنشوفش بقى في لحمه ولا بصل، احنا بناكل حاجه جوه وخلاص مش عارفين ايه هي. ساعات يفرموا معاها بطاطس، والله حاجات غريبه كده بنلاقيها جوه الرغيف ما تعرفش ايه هي اهيت. لا انا عارف بقى، انا هنا عملت لاولادي في البيت وعارف انا حاطه لهم ايه في الرغيف. حاطه لهم لحمه مفرومه مع بصل مع بقدونس ناعم مع توم مع توابل زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت. حبينا نجيب طماطميتين نبشرهم وناخد لحم الطماطم نضيفه ليها ماشي مفيش مشكله، بس لحم الطماطم لو ضفته هنا دلوقتي الرغيف ده لما يستوي عايزه مقرمش، هلاقي الرغيف طري فهلاقيه غير اللي بره، فدي حسب رغبتكم برضو. حبينا نضيف طماطمتين مبشورين مفيش مشكله. المهم انا هنا عارف لما اعمل لاولادي في البيت انا عارف انا عامله لهم ايه، عكس ما اشتريه من بره مش عارف الخلط ايه. زي ما قلت لكم قصه الرغيف الحواوشي دي جت من الدوبريه بتاع الجزار او دوبريه المطاعم او الفنادق، لموه كله على بعض وفرموه وحطوا له بصل وتوابل وغيروا طعمه خالص وحطوه في عيش اهوت. هنعمل شويه كده نحطهم مع بعض. نجيب اللقمه، موضوع سهل خالص فيكم تعملوه دلوقتي، تقوموا من قدام اللي على طول دلوقتي تعملوا رغيف الحواوشي ده للولاد اهوت اهوت. العيل بقى يقعد يذاكر، اللي بيذاكر لسه بيذاكر ربنا يوفقه، واللي رايح النادي هياخده معاه اهوت. بشتري من عند الخباز عيش نص سوا اذا انا ما عنديش وقت اعمل العيش في البيت، ولكن طريقه عمايله سهله. دقيق وخميره وميه شويه ملح اهوت. نعمل كمان، طبعا لو قعدنا عملنا لبكره مش هيكفي العدد اللي عندنا، ولكن احنا بقدر الامكان وحسب وقت البرنامج بتاعنا هنعمل شويه. الله، وعند الفرن مولع. وفين معانا اتصال؟ منين؟ الاخت سهى من القاهره. سلام عليكم. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الاخت سهى ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا ست الكل، اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك يا اختي. الله يبارك فيك يا اختي. بقول لحضرتك انا الكوبيبه بعملها بتفك مني، فعايز اعرف بس ايه اللي بيخليها تفك مني. الكوبيبه؟ عن حاضر، خدي دلوقتي مني كوبيبه. ايه رايك الاول؟ قولي لي ايه رايك. تسلم ايدك يا شيخ بجد، ما انا مش هجاوبك غير لما تقولي لي. مش ممكن الحاجات اللي حضرتك حطيتها لوحدها دي ممكن احطها مع نفس الفول ويغلي معاها يعني يتسلق معاها؟ ايه هي؟ الحاجات الملوخيه الجافه والبقدونس الحاجات دي. لا لا ما ينفعش الفول يستوي الاول. ما ينفعش الفول يستوي الاول. واتاكد ان الفول ما فيهوش قشر ولا في حصى ولا في حبه بايظه، عشان لما اضربه في الخلاط اخده كله بالياافه، ما صفهوش بقى. انا ضربته في الخلاط، لما اضربه في الخلاط اخده زي ما انا شفتني عملت كده، عشان الفول فيه الياف
غانب الالياف بتاعته، انا عايز الالياف بتاعه الفول دي. أيوة لان أيوة. القيمه الغذائيه العاليه في الالياف بتاعه الفول. ماشي يا اختي. الكوبيبه بتفك منك ليه اقول لك انا؟ ايوه علشان حضرتك مش بتنقعي البرغل جامد. ايوه البرغل اللي بتعمليه لازم يتنقع على الاقل حاجه 4 ساعات في ميه دافيه. البرغل؟ البرغل اه انقعه لو جامد. لو سمحت يا شيف معلش ممكن تقول لي المقادير بالظبط بس؟ حاضر هقولها لك دلوقتي. ماشي الله يخليك بس ما تنساش الله يكرمك. معاكي والله قبل ما تقفلي السماعه تلاقيني معاكي. متشكره قوي. حاضر يا اختي كريمه. حاضر. كيلو برغل ابيض او اسود سيان كله زي بعضه، بس هما لما اللي بيعمل ريجيم يقول لك انا احط برغل اسود وبرغل ابيض، هي وكل اتنين زي بعض، ده متحمص وده مش متحمص. المهم كيلو برغل بننقعه في الميه 3-4 ساعات ميه دافيه. ننقعه ازاي؟ زي الرز، نغسله كويس وبعد ما نغسله نحطه على جنب كده ينقع. مفيش وقت اسلق البرغل نص سوا، اسلقه في شويه ميه نص سوا وبعدين اسيبه لما يبرد، واضيف على الكيلو البرغل. ركزي معايا يا اختي الكريمه الله يبارك لك. كل كيلو برغل بضيف له كيلو لحمه، لحمه ملبسه برضو زي اللي انا جايبها النهارده للحواوشي. احط الكيلو اللحمه على البرغل على بصلتين على قرفه خشب على ورقتين نعناع اخضر على حبيتين هيل على شويه كمون على شويه فلفل، واقلب كل المقدار ده يا ست الكل. ويا سلام لو حطيت حبيتين قرنفل. المطبخ الخليجي بقى، شفتوا بقى دي نكهات المطبخ الخليجي. نقول يا جماله المطبخ الخليجي يتميز بايه؟ القرنفل مع الحبهان في الكوبيبه. حلو، نخلط كل ده مع بعض وننزله على المفرمه، هينزل ناعم. نفرمها مرتين، بعد ما نفرمها مرتين نخلطها جامد وندعكها جامد، ونجيب شويه ميه ساقعين من الثلاجه، ميه ساقعه نص كوبايه، نحطها على العجينه ديت ونخلطها جامد، هيبقى عندنا عجينه زي الفل. نغطيها بقماشه ونخليها على جنب، ونجيب طبق فيه ميه، ونجيب الحته القطعه ندورها ونشتغل فيها، نعمل الكوبيبه بايدينا كده، وهنعملها مع بعض ان شاء الله. وابشرك هنعمل كوبيبه كدابه. الكوبيبه الكدابه، الكدابه دي بقى مفاجاتنا في الحلقه، مش هقول لكم ايه هي. تابعوني بس في برنامجنا صحتك في اكلتك على قناة الرحمة الفضائية، هنشوف الكوبيبة الكدابة. مش الناس اللي بتكذب بس، لا الكوبيبة كمان بتكذب، هنشوفها مع بعض. شايفين الرغيف الحواوشي اهوت كويس، نتبل كده. ايه الكنترول بيقول لي خلي بالك من الوقت سرقنا، فلازم ننجز شويه. حاضر يا باشا. شايفين كده اهو، احنا كده عملت. نخلينا نكمل ايه خلاص، يعني الموضوع ان احنا ايه نعمل الكميه دي كلها كده ونخليها، انت حري مش هيكفيكم. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ على النار نهوت اهوت شويه زيت صغيرين كده. هعمل نوعين، واحد مشوي دلوقتي كده قدامكم اهوت اهوت، احط الزيت كتير خالص بس بحط شويه زيت صغيرين واهوت، واسيبه كده ايه يستوي على النار، نار هاديه خالص. هعمل دلوقتي انا رغيف كده قدامكم، والباقي هعمله في الفرن. بجيب، يبقى انا فينا نعملها على الشوايه هنا وفينا ندخلها جوه الفرن. هي الفكره كلها في ان انا كنت لازم اعمل قدامكم الرغيف الحواوشي. بجيب كده فرشه وبعوز الرغيف كده شويه زيت من على الوش كده، واجيب ورق سلفر. ورق السلفر فين؟ لازم ورق سلفر يتلف فيه، وبعد ما نلفه فين؟ جيبه لنا يا سعيد كده. حلو قوي، شكرا يا حسين. كده نجيب الورق السلفر نلفه كده هنا اهوت، اهوت نعمل دي كمان. يبقى انا فينا نشويه على الجريلا زي ما احنا بنشوي دلوقتي كده، وفينا نخبزه في الفرن اهوت. ده كده هنا اهوت بالشكل الجميل ده، ورقه السلفر اهيت.
حال بالفرشه كده شويه زيت للرغيف علشان ما يمسكش في السلفر. موضوع سهل خالص اهوت. نعمل كميه، رايحين فسحه، رايحين خارجين خارجه احنا والاولاد بره، بنجوا عاملين رغيف الحواوشي ده كده. حلو. هنعمل طبق سلطه اخضر دلوقتي عباره عن خس وطماطم وخيار، هنعمله سلايز بشكل جميل كده حلو. على ما نحط الحواوشي ده في الفرن يستوي معايا بسرعه. الله، دخلها جوه الفرن سخنه. طبعا انا شلت الصاج من الفرن وهو سخن، لازم والفرن يكون سخن كمان، وارجعه تاني كده. وعندي هنا رغيف الحواوشي بتاعنا اهوت، ده بالشكل ده يستوي على نار هاديه كده اهوت اهوت. اخليه هنا، ده سريع طبعا، ولكن اذا انا عندي كميه طبعا مش هتكفي، فهنا لازم ان انا دخلتهم الفرن زي ما كده. وفي بعض المطاعم بتعمله بالشكل ده وتزين بيه المشويات، تزين بيه المشويات تخليه كده. وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ازاي طبق السلطه الخضراء. طبق السلطه الخضراء ده اهم حاجه في الموضوع دلوقتي، مهم جدا، اهم من كل ده. عارفين ليه؟ الاكله ديت طبعا الفول والحواوشي ما فيهوش خضروات، فما ينفعش السفره بتاعتي ما يكونش عليها خضره اهوت. بجيب الخضره بتاعتي والسكينه طبعا اللي هقطع بيها كده. عندي الخيار بقطعه بالشكل الجميل ده كده. حلو قوي المقشره بتاعت الخيار دي، هتدي الشكل الجميل ده كده. هي الفكره ان طبق السلطه ده لازم يكون بشكله الجميل ده. حلو. طبعا هنا الخضره بقطعها بسكينه مشرشره، تقوم تتقطع معايا بسهوله وتتحكم فيها زي ما انا عايز. شايفين الخيار قطعته ازاي اهوت، سلايز بالشكل الجميل ده كده اهوت. حلو قوي. في بعض المتصلات طلبوا مقادير البيتزا رول. البيتزا رول طبعا انا هقول مقادير العجينه علشان الاخوات الفاضلات اللي اتصلوا. عباره عن كوبين من الدقيق وسمن او زبده نص كوب مع نص كوب حليب مع معلقه بيكن باودر، مش خميره، معلقه بيكن باودر. واخلي الميه جنبي دافيه على جنبي، واعجن العجينه الجميله ديت بشويه الميه كل ما تحتاج ميه لغايه لما العجينه تتلم معايا. وبعد كده اخليها تريح على جنب. اكون جهزت الحشوه، جبت عملت عجينتين يعني فردت عجينتين، واجيب بياض بيضه، صفار بيضه تقريبا او بيضه عاديه. و بعد كده احط ما بين الرقه والرقه صفار بيضه زي ما شفتوا عملت كده. وبعد كده احط الحشوه بتاعتي مرتديلا او سلامي او مرتديلا دجاج او مرتديلا لحم. شايفين الفجل الاحمر ده؟ الفجل الاحمر ده فاتح للشهيه من فوائده، والفايده الاحلى بقى ان هو بيعمل ايه؟ بينشط الدوره الدمويه زيه زي الجنزبيل. الفجل الاحمر ده مهم جدا في السلطه، بينشط الدوره الدمويه. معانا اتصال من الامارات، الاخت نعمه من الامارات. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ازيك يا اختي الكريمه؟ اهلا وسهلا. الله يسلمك، تسلم ايدك على اللي بتعمله. الله يبارك لك. الله يسلمك. الله يخليك. اتفضلي. بغيت البصاره لان انا ما لحقت اشوفها. البصاره؟ ما لحقت المقادير. المقادير، عمل البصاره. هنقول المقادير هتطلع على الشاشه دلوقتي يا اختي الكريمه، وهشرح ازاي كمان على السريع. الله يخليك، جزاك الله الف خير، يعطيك العافيه. الله يبارك لك يا اختي. الله يبارك لك. الله يخليك. اتفضلي يا اختي، تحت امرك. مقادير البصاره تطلع على الشاشه للساده المشاهدين يا ريت يا شباب. مقادير البصاره، السلطه الخضراء كل بقطعها سلايز زي ما احنا شايفين مع بعض اهوت. فلفله، الفول المدشش واللي هو خالي من القشره، وبعد كده
ثلاث معالق ملوخيه، ثلاث معالق كزبره، الخضره اللي انت تحبيها يعني، كزبره، شبت، اللي انت حباها. وبعد كده نسلقهم على النار الفول الاول مع بصله، وبعد ما يتسلق الفول كويس نضربه في الخلاط، وبعد ما نضربه في الخلاط نجهزه جنبينا، ونجهز حل على النار فيها ثوم وزبده، ونحمر الثوم مع الزبده، وبعد كده ننزل بالكزبره الخضراء. شايفين السلطه الجميله ديت اهوت، ده خلصنا منه بقى كده. الخضره اللي انا عملتها، ننظف مطبخنا كده خلاص، ده بلاشه خالص اهوت. مقادير السلطه الخضراء موجوده على الشاشه للساده المشاهدين، طماطم وخيار وبصل وفلفل وخس او جرجير. لازم شوفوا في حاجه انا بقول لازم يبقى هي لازم، طبعا السلطه زي ما احنا بنقول كده لازم في خس وجرجير النهارده، عشان الرغيف الحواوشي ده فيه توابل والرغيف الحواوشي محرمش، فلازم هنا يكون الموضوع فيه خضره علشان طبعا يكون مهم جدا. شايفين اهيت طماطم مع بصل مع فجل احمر، الفجل الاحمر احنا عارفين قيمته الغذائيه، بنتبلها بشويه زيت زيتون، شويه ليمون، السلطه دي مهمه جدا، الليمون مع زيت الزيتون مع شويه خل التفاح احنا عايزين، شويه ملح، عايزين نحط شويه ثوم فيها ماشي، نعناع اخضر ماشي، شويه بقدونس ناعمين ماشي اهوت كده، ونقلب السلطه الجميله دي كده، هتبقى طبعا شكلها جميل فله. نحطها نقلبها كده، شايفين السلطه الحلوه ديت، خس مع الطماطم مع الخيار، الله شايفين. طبعا السلطه ده مهم جدا اللي انا عملته بالشكل ده مع الاكلات اللي انا عملتها النهارده، البصاره والحواوشي، لان الاثنين فيهم عيش في فول فما فيش خضره موجوده. خلاص نغرفها في طبق كبير هنا كده علشان طبعا ضيوفنا يلاقوها موجوده. طبعا السلطه ده مهم جدا. بعد الاخت اللي طلبت طريقه عمل البصاره، بعد ما بنخلط الفول في الخلاط بننزل بيه على الكزبره والثوم اللي حمرناهم، وننزل بالملوخيه مع شويه ميه كده بس عشان الملوخيه تمتزج مع الكزبره، يتخلطوا مع بعض. طب السلطه ده مهم جدا، من غيره السفره بتاعتنا ما تبقاش مكتمله اهوت، نحطه في قلب السفره اهوت، هتستغنوا عنه النهارده. في حاجة نقول مش ممكن، في حاجة نقول مش لازم، ولكن طبق السلطة الخضراء بالشكل اللي أنا عملته ده مهم النهاردة جدا، فلازم نقدم جنبه الزيتون، طبق الزيتون حلو خلاص، دي مش عايزينه، والسمنة مش عايزينها. هنطلع بالحواوشي، نضف مطبخنا كده أول بأول. النظافة دايما أقول أهم من كل حاجة، ليه؟ عشان نفسنا تتفتح للاكل بعد ما ناكل او بعد ما نعمل الاكل بتاعنا. الرغيف الحواوشي اللي استوى هنا اهوت، ده طبعا بيقدموه مع المشويات بالشكل ده، بنروح على المطاعم الكبيره بنلاقيه جايب المشويات ريش او كفته ومعاها عيش زي ده كده جميل، الله بيتقدم مثلثات بالشكل. الشواية عاملة ايه؟ شايفين الجمال ده؟ الله بالشكل ده، عيش مشوي ويبقى واخد ريحة الفحم طبعا جميلة. دي طريقة، الطريقة التانية اللي في الفرن اللي هنطلعها مع بعض دلوقت، شوفوا استوى كده، لسه شوية خلاص طلعه، نجهز طبق الغرف. الفرن نطلعها كده من هنا، الله
كده الحواوشي خلاص، شايفين الجمال ده اهوت. الله، الورق اللي طلعه منه كده، شايفين الشكل الجميل ده؟ هذا الرغيف الحواوشي، كل واحد ياخد الرغيف بتاعه كده. ألف هنا وشفا. هذه الحواوشي اللي عملناه. الله، طبق السلطة الخضراء هو اللي هيظبط الأداء معايا في الوجبة بتاعت النهاردة. مهم جدا، ما ينفعش نقدم سفرتنا من غير طبق سلطة خضراء. حلقتنا النهاردة زي ما شفناها من المطبخ المصري ما فيهاش تعب ولا حاجة، هي بس اللي أنا كريم معاكم عامل حاجات كتيرة. شايفين البصارة بالشكل الجميل، وما نغطيش البصارة بعد ما غير لما تبرد. البصارة غرفتها بغرفها وهي سخنة، وحط على وشيها التوم والبصل زي ما شفنا مع بعض. ما غطيش البصارة بقى، أسيبها كده لغاية لما تبرد وبعدين أغطيها وخلاها في المطبخ متغطية. حذاري نخلي البصارة مكشوفة في المطبخ، عملناها وبردت نغطيها وبعدين نقدمها وقت التقديم. عملنا الحواوشي شفناه مع بعض، جبنا العيش نص سوا وحشناه لحمة بالطريقة اللي قلناها مع بعض، وعملنا طبق السلطة الخضر اللي أنا بقول دايما هو ده المكمل للسفرة، من غيره ما تنفعش السفرة النهاردة. طبق سلطة خضراء مع البصارة مع الحواوشي. تابعوني دايما على قناة الرحمة الفضائية، هنشوف أكلات شهيرة ومشهورة من المطبخ المصري كلنا عايزين نعرفها. عندنا الحمام المحشي، الحمام المعمر، هنعمل المحاشي، هنعمل كل حاجة انتوا عايزينها من المطبخ المصري. ألف هنا وشفاء الشيف أحمد المغازي. في أكلتك والشيف مغازي فرحتك، شفنا يسعد دنيتك.